أرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: التعليم الجامعي، الحرم الذي انتهكته ميليشيا الانقلاب، صحيفة 14 من أكتوبر، أول وأقدم صحيفة رسمية في عدن، صفوان الشرجبي، ثنائية الإعلام والحقوق. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة أخبارية سريعة نطرح فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. دشن وزير الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن شحنة الأدوية الخاصة بمركز غسيل الكلى بمديرية باجل في محافظة الحديدة، وشملت شحنة الأدوية محاليل وريدية ومواد غسيل الكلى مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دشنت كلية الحاسب الآلي بجامعة عدن برنامج بكالوريوس هندسة شبكات كتخصص جديد في العام الدراسي 2018. البرنامج وبحسب القائمين عليه يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، ويسهم في تأهيل كوادر علمية نوعية ومتميزة. حري بالتعليم الجامعي أن ينأى بنفسه عن الصراعات السياسية، والزج به في تلك الصراعات جريمة لن يغفرها التاريخ. الجامعات الحكومية كغيرها من المؤسسات الرسمية التي سعت ميليشيا الحوثيين للسيطرة عليها إدارياً وتعطيل وظيفتها التعليمية منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر من العام 2014. كثير من الأساتذة ما يستلموا راتب، وكثير من الأساتذة تحت التهديد، يعني لو خرجوا يتظاهروا، يعني في ضغط حقيقي على التعليم الجامعي في صنعاء، المناطق اللي ما زالت تحت الهيمنة الانقلابيين، يعاني الطلاب والطالبات والأساتذة معاناة مزدوجة جدا، معاناة الحرب والحصار. تم ضرب التعليم هنا من أجل أن تسود الملزمة، يعني يسود علم الملزمة ويتم توجيه الأفراد بما يحب قادة هؤلاء الميليشيا. يوما إثر آخر والحال يزداد سوءا في الجامعات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا جراء الممارسات التعسفية التي لم تتوقف عند التغييرات الإدارية في الجامعات والكليات، بل امتدت إلى حوثنة المناهج والنقابات وحتى التعيينات الأكاديمية والمقاعد الدراسية في الكليات التنافسية. الجامعات يجب أن تكون بمنأى عن كل مذهبيات، عن كل تسلطات، عن نقول كنا نقول عن الحزبية، الآن صرنا نتكلم عن المذهبية وعن الأجندات الخارجية. الجامعة لابد أن تقدس وحرمها مقدس كما تقدس المعابد والمساجد، يعني من دخل الجامعة وهو آمن في عالم كله هذا، من دخل الجامعة فهو آمن كما يدخل المسجد، كما يدخل حرم مقدس. تشير التقارير الحقوقية إلى جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثيين في المؤسسات الجامعية، أبرزها فصل 61 أستاذاً أكاديمياً في جامعة صنعاء، إضافة إلى تخصيص 20% من المقاعد الدراسية في الكليات لمسلحيها الذين يقاتلون في الجبهات. كل الجامعات في المناطق التي تتبع لسطوة الانقلابيين تأثرت بشكل كبير من هذا الشيء، وأيضا من تعيين رئاسات جامعة ونواب رؤساء جامعة من غير ذوي الكفاءة، من غير الكفؤين أو المستحقين لهذه الدرجة، وبالطبع هذا يقود إلى اختلالات بنيوية كبيرة. أساتذة درسوا في أرقى الجامعات، يجي لك واحد من صعدة عمره ما تعلم حاجة يفتكر نفسه هو سيد على الأساتذة، هذه كارثة. يعني أكبر جريمة هي انتهاك حرمة التعليم وانتهاك الحرم الجامعي وانتهاك الحقوق والحريات، وانتهاك يعني أصبحت الجامعة سكنة عسكرية، أصبحت الجامعة
مركز استخبارات، يعني أصبح الأستاذ الجامعة والموظف ومطارد بل مهدد بالقتل يعني علنا إن لم يرضخ ولم يدعم ولم ينفذ ما تريده الميليشيا. لم تكتفي ميليشيا الحوثي بانتهاك حرمة التعليم وحسب، بل حولت الكثير من الجامعات إلى ثكنات عسكرية، ناهيك عن الجرائم التي مورست بحق أعضاء هيئة التدريس الذين حرموا من حقوقهم المالية لأكثر من عام، فيما تعرض العشرات منهم للاختطاف والتعذيب، ولوحق آخرين ونهبت منازلهم. انتهاكات مورست بحق الأساتذة، بحق الموظفين، بل وأيضا بحق الطلاب في الكثير من الجامعات. الطلاب يعني يخوضون غمار نضال يومي في سبيل أن يحظوا بالقسط الممكن من التعليم. أيضا أهاليهم يتحملوا أعباء باهظة كبيرة طبعا في كل المناطق، ولكن بالأساس في المناطق التي هي تحت سطوة الانقلابيين. الوضع صعب جدا، وضع الأساتذة، وهذا ينعكس طبعا على وضع الطلاب. الأستاذ اللي ما عنده راتب، الأستاذ الذي يذهب من يخرج من بيته جعان الصبح أو يفكر بقوت أولاده، لا يمكن أن يفكر بالتعليم والعلم والنظريات، يعني لابد من إشباع هذه الحاجات. لكن وضع بشكل وضع البلد، أنا أدعو لإيقاف هذه الحرب والتفكير بأي طريقة للسلام وأنهاء هذه الكارثة، لأنه وضع خربان جدا، ونحافظ على ما بقى من حياة الناس. مسؤولية أكبر على الحكومة، على الشرعية، أنت تقوم باستنهاض هذه المسؤولية بما ينهض بالتعليم حتى في المناطق التي سيطر عليها الحوثيين، لأن هنا الضرر لن يأتي على مجتمع بعينه، إنما سيضر البلد بكامله. أكاديميون اتهموا الميليشيا الحوثية بمحاولة إفراغ المؤسسات الجامعية من مضمونها المتراكم منذ نصف قرن في سبيل إعادة بنائها على أسس طائفية ومذهبية تخدم توجهاتها الفكرية ونهجها غير السوي. دكتور منصور عبد الله القدسي، الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية دكتور، لو تعطينا نبذة عن طبيعة عمل نقابات التدريس في الجامعات الحكومية والدور الذي تقوم به حاليا في ظل هذه الأوضاع. بداية نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بكثير من القضايا الحكومية وتألقها الإعلامي البارز رغم قصر فترة تأسيس القناة مقارنة بقية القنوات. كما نرحب بمشاهدي القناة. وبالنسبة لعمل نقابات أعضاء التدريس ومساعدين في الجامعات الحكومية، هي منظمات غير حكومية ويتم انتخاب قياداتها كل فترة 4 سنوات من قبل أعضاء التدريس، وتقوم هذه النقابات بالكثير من الأعمال الحقوقية للدفاع عن منتسبيها وتقديم الكثير من الخدمات والتسهيلات لمنتسبيها. و الإشكالية التي تواجه عمل النقابات خلال الفترة الراهنة هي إشكالات كثيرة. فتدركون أن وضع الجامعات في هذه الفترة هي جزء لا يتجزأ من وضع الوضع العام للبلاد، من الوضع العام للبلاد ووضع مؤسسات الدولة التي تم اختطافها من قبل ميليشيا الانقلاب. فما يؤسف له أن الميليشيا الانقلاب قامت بتأسيس ما يسمى باللجان الثورية داخل الجامعات، واعتبرت أن هذه اللجان الثورية هي بديل عن النقابات وعن الجامعات، وترفض رفض تام أن تقوم هذه النقابات بأي أنشطة حقوقية. و هناك هذه اللجان الثورية يعني الذي عملوها في، هل هم لديهم من المؤهلات العلمية أو من المستوى الأكاديمي ما يؤهلهم أن يحلوا محل النقابات؟ كما تعلمون أن ميليشيا الانقلاب تريد أن تسيطر على كل شيء، سيطرت على الجامعات وتريد أيضا أن تسيطر على العمل النقابي،
وترفض رفض تام أي تحرك نقابي يمثل أعضاء التدريس أو هي عمل منظمات مجتمع مدني، وتعتبر أن هذا التحرك تهديد لأجندتها أو استهداف لها، رغم أن النشاط النقابي نشاط حقوقي لا يموت للسياسة بصلة، وعبارة عن نشاط مهني حقوقي للدفاع عن منتسبي أعضاء النقابات، ولا علاقة له بالسياسة أو بالصراعات السياسية القائمة. فما يوصف له أن هذه الميليشيات حاولت أن تصنف هذه النقابات كعدو، واستخدمت حملات ترهيب كثيرة لوقف أي نشاط نقابي. نحن خلال الفترة الماضية قمنا بالعديد من الأنشطة النقابية التي كانت عبارة عن مطالبات، بدأت بمطالبات معينة بعد وقف الراتب، في بداية وقف الراتب في الفصل الدراسي الأول لعام 2016، وعندما لاحظنا عدم وجود أي استجابة لمطالبنا الحقوقية المشروعة، بدأنا برفع بالاحتجاجات ورفع الشعارات ومن ثم الإضراب حسب ما كفل القانون والشؤون الاجتماعية والدستور الذي كفل لنا حق الإضراب. هل أثمرت كل هذه الاحتجاجات والإضرابات؟ الإضرابات بدأت في الفصل في بداية في نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني بعد توقف الراتب لمدة 4 أشهر، واستمرينا تقديرا مننا للوضع العام الذي تمر فيه البلاد بمخاطبة كثير من الجهات المعنية بضرورة وضع حد لوقف. تقصدون جهات معنية في حكومة الشرعية؟ في الحكومتين، ما يسمى بحكومة الإنقاذ، لأننا تحت أمر سلطة أمر واقع. فنحن لا يهمنا أن نحن تعاملنا مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء وحكومة الشرعية في عدن، لكن ما يوسف له لم نجد أدنى استجابة. فلاحظنا أن صبر أعضاء هيئة التدريس بدأ ينفذ في الفصل الدراسي الأول، وهم يدرسون الطلاب بدون رواتب، باعوا كل مدخراتهم. وفي نهاية الفصل الدراسي عندما لاحظنا أن الكيل بدأ يطفح وبدأ الناس يتذمرون، قررنا أن نبدأ باحتجاجات سلمية، وبدأنا بالفعل بالإضراب، وتعرضنا بسبب ذلك لحملات ترهيب وتهديد وتخوين حد محاولة الاعتقال والتواصلات التلفونية بالتهديد بالتصفية. ومع ذلك استمرينا ما يقارب 3 أشهر من الإضراب، وما يؤسف له أننا لم نجد أدنى استجابة حتى من الحكومة الشرعية التي كنا نعول عليها بأن تستغل هذا الحدث وتبادر بصرف راتب شهر على الأقل بحيث تعطي أعضاء التدريس الأمل. أعضاء التدريس في الجامعات الحكومية ميليشيا الإنقلاب تخشى منهم كثيراً، لأنهم يعرفون سر اللعبة القائمة ويعرفون بكثير من الخفايا، ويدركون أين تذهب، من أين تأتي رواتبهم وأين تذهب، ولا يهمهم هذه الأسطوانة المشروخة في ما بين طرفي الصراع في التمويل. نعم صحيح. في نهاية كل إنسان يعني مقصده يعني يجب أن يحصل على راتب حتى تستمر الحياة. احنا رفعنا شعار الراتب حياة في حملاتنا في الإضراب، وحاولنا أن نوصل رسالة قوية، لكن خذلنا للأسف الشديد. تم قمعنا من سلطة الأمر الواقع ميليشية الإنقلاب وترهيبنا، وخذلنا من الحكومة الشرعية التي لم لاحظنا أنه لم يعنيها أمر الجامعات وأمر منتسبي الجامعات. أستاذ دكتور منصور، إذا استمر هذا النهج ماذا يمكن أن يترتب في الفترة القادمة إذا استمرت موضوع قطع الرواتب وكذلك يعني
هذا النهج الذي يحدث وهذا العنف الذي يحدث في الجامعات وتسيير الجامعة وفق منهج معين والسيطرة عليها والسيطرة على أيديولوجية التفكير فيها. هناك منحة خطير تمر به الجامعات، هناك تسرب لكثير من الكفاءات الأكاديمية من داخل البلد. هذا الوطن اليوم ما دفع ملايين الدولارات لتأهيل هذه الكوادر. اليوم الكوادر الأكاديمية التي وجدت أن المجتمع يجهل قيمتها ووجدت أن الحكومة خذلتها قررت الرحيل من هذا البلد، وكثير من الجامعات في الدول المجاورة تحاول تستغل هذا الظرف واستقطبت كثير من الكفاءات. فرحيل هذه الكفاءات يعني انهيار تام للتعليم الجامعي في اليمن. هناك تدهور ملحوظ للتعليم الجامعي في اليمن، وأنا هنا وأدعو فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغري إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية، فالتاريخ لا يرحم. رحيل الكفاءات الأكاديمية من اليمن يعني تدمير التعليم الجامعي في اليمن. فاليمن كانت تعاني قبل الحرب من عدم وجود كوادر أكاديمية مؤهلة تستطيع أن تغطي كثير من التخصصات. فاليوم هذه الكوادر أو ما تبقى من هذه الكوادر يتم ترحيلها بسبب الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها ميليشية الانقلاب، وبسبب الصمت والخذلان الذي تتعرض له من الحكومة الشرعية جراء انقطاع رواتبها. فكثير من هذه الكفاءات تغادر البلد بحثا عن الحياة لكي تواصل عطائها البحثي والعلمي. فكثير من زملائنا باعوا مكتباتهم النفيسة من أجل أن يوفروا لقمة غذاء لهم ولأسرهم، وكثير منهم ذهب ليبحث عن أعمال أخرى. هناك من ذهب يعمل في أعمال خاصة حرفية في المطاعم، هناك من ذهب يمارس أعمال لا تناسب مكانته العلمية والأكاديمية بحثاً عن لقمة العيش، لأننا نحن في الجامعات رفضنا أن نخسر مبادئنا ورفضنا أن نبيع ضميرنا من أجل أن نبحث عن الفتاة. عن أي مبادئ تتحدث أستاذ منصور؟ نحن لدينا منظومة قيم. يعني ما هو مطلوب من الأستاذ الجامعي غير أن يحضر المحاضرة ويدرس؟ ما هو المبدأ الذي طلب منه أن يتخلى عنه؟ استهدافنا بهذا الشكل المقيت هو استهداف لمبادئنا والقيم التي نحملها. نحن نرفض هذا العبث القائم. الميليشيات على سبيل المثال حاولت استهدافنا بكل الطرق لعدة اعتبارات، اعتبارات سياسية واعتبارات قهوية واعتبارات سلالية إلى آخره. فهذا الاستهداف كان المطلوب مننا أن نخضع وأن نركع وأن نقبل بهذا العبث الحاصل بالجامعات وبحيث نخسر مبادئنا. فمشكلتنا أنا على سبيل المثال في جامعة الحديدة بدأت إشكالاتنا مع قيادة ما يسمى باللجنة الثورية إلى أنه تم تعيين رئيس جامعة بصورة مخالفة لقانون الجامعات. تم تعيين أستاذ مساعد لمنصب رئيس الجامعة في حين قانون الجامعات يشترط أن يتولى هذا المنصب أستاذ دكتور بروفسور وخبرة لا تقل عن 10 سنوات. فالتعيينات التي تمت في الجامعات لاعتبارات الولاء والقرابة والولاء السياسي أو الطائفي على حساب العملية التعليمية والقوانين الأكاديمي والعلمي. فهناك منظومة قيم تحكم كل الجامعات في العالم، فإذا تم تجاوز هذه المنظومة يؤدي هذا إلى 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 خلل في العملية التعليمية. فجامعتنا جزء من هذه المنظومة، وقانون الجامعات المشرع القانوني الذي وضع قانون الجامعات راعى هذه المنظومة. فأعتقد أن جامعة الحديدة أكثر جامعة تعرضت لتدمير ممنهج صورة صلفة. فرفضنا لهذا العبث لهذه الفوضى أدى إلى استهدافنا بشكل ممنهج، حد
التهديد بالتصفية، ومن ثم تشكيل لجان تحقيق واتهامنا بإثارة الفوضى وتكدير الأمن العام، وكأننا نقود عصابة ونحن نمارس نشاطنا النقابي، ونرفض التعسفات بحق زملائنا، ونرفض تجاوز القوانين وعدم صرف الرواتب، ونرفض حالة الفوضى السائدة. فهذه جزء من مبادئنا التي ندفع ثمن ضريبتها. نحن تم اقتحام شقتنا ونهبها بصورة لم تشهد لها الجامعات مثيل، أن يتم توجيه الاقتحام شقة أكاديمي في سكن جامعي والعبث بمحتوياتها بشكل بهذا الصرف، أعتقد هذا انحراف خطير، ونحن ندفع ثمن هذه المبادئ والقيم التي تستفسرين حولها. أيضا تم اقتحام شقة لزميلنا في جامعة الحديدة، أيضا تم ترقب خروج أسرته إلى المستشفى، ويتم تشميع الشقة وإغلاقها، ومن ثم اقتحامها، تعود الأسرة لكي تدخل الشقة، تأتي والشقة مغلقة وعليها الشمع الأحمر وتهديد بعدم دخولها، وهذه الأسرة عائدة من المستشفى. فهذا صلف مليشاوي غير مبرر أخلاقيا وأكاديميا، ورفضنا لكل هذا العبث دفع بالكثير لاستهدافنا. فنحن جزء من منظومة قيام داخل الجامعات، إن لم ندافع عنها سنسقط وسنذهب إلى منحى خطير لم يدركه المجتمع الآن. ذكرتم أستاذ منصور بأن الحكومة الشرعية خذلتكم، اليوم ما هو المطلوب من الحكومة الشرعية؟ نحن يعني هي في ظل حرب. الحكومة الشرعية عندما تبرر، نحن نتفق معها بمسألة إرادات ما إرادات، والإرادات تذهب للميليشيات، لكن هذه ليست مشكلتنا، هذه مشكلة الحكومة نفسها والمجتمع الدولي. نحن الحكومة الشرعية التي أعلنت في بداية الأمر بأنها ستتكفل برواتب جميع موظفي الدولة، الحكومة الشرعية تحمل مسؤوليتها بأنها تكيل مكيالين، توزع لبعض المؤسسات في مناطق الشرعية من لديهم نفوذ، وتحرم بقية المؤسسات. فالجامعات الحكومة الشرعية للأسف الشديد لا تدرك أهمية الجامعات ولا تدرك قيمة الجامعات. الحكومة الشرعية ساهمت في أنها أوجدت حالة إحباط عند النخبة الأكاديمية في المناطق المسيطر عليها الانقلاب، وساهم ذلك في أن بعض هذه النخبة تتقبل. ولكن من المعروف أن الحكومة الشرعية ليس لها أي قوة على الأرض في المناطق التي لا تقع ضمن سيطرتها. أنت تحدثت عن الراتب، أنا لا أقول أنها تحدثت عن الراتب، فالراتب هذا لو وصل لمنتسبي الجامعات سيصنع نوع من التفاؤل، نوع من الأمل. نحن عندما قمنا بالإضراب كنا نعول أن تبادر الحكومة الشرعية بصرف راتب على الأقل، ومن ثم توضح في خطابها الإعلامي أين تذهب هذه الإيرادات. لكن أن تظل أن تدع الموظف وموظفي الدولة هناك يصارعون ميليشيات قابضة على الزناد. هل بررت لكم الحكومة الشرعية أو جهات منها لماذا لم تصرف الرواتب، خاصة بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ الحكومة الشرعية تبرر بعدم وصول الإيرادات إليها، لكن ما هي هذه الإيرادات؟ ما حجم هذه الإيرادات؟ مفترض الخطاب الإعلامي للإعلام التابع للحكومة الشرعية أن يوصل هذه الرسالة للناس، لكن للأسف لم يستطع أن يوصلها، في حين الطرف الإنقلابي الآخر يحاول أن يوظف هذه القضية ويتهم الحكومة الشرعية بأنها سبب معاناتكم وسبب إشكالاتكم. الطرف الإنقلابي لديه إعلام استفاد من تجارب. لماذا لا تزالون متمسكين أنتم بالشرعية أستاذ؟ ويعني لديكم هذه القيم والمبادئ، يعني في النهاية كل يجري وراء قوت يومه وعيشته، لماذا لا تعترفون مثلا بميليشيا الإنقلابية أو بجماعة الحوثي؟ ربما يحدث لك وتصرف رواتبكم وترجح الكفة لكم في النهاية. نحن طبعا عندما أعلننا الإضراب لم نعلن الإضراب ضد سلطة الأمر الواقع،
نحن خرجنا بالإضراب من منطلقات حقوقية ومطلبية. يعني بعيدا عن مواضيع السياسة والصراع الدائر على أرض الواقع. فطالبنا من الحكومتين. فأنا أريد لم تسمحي لي أن أكمل الحديث. هذا الإضراب تم رفعه بعد أن استجابت سلطة الأمر الواقع، وتم صرف نص الراتب وما يسمى بالبطاقة السلعية بالشكل الهزيل، لأنه خرجنا بأقل المطالب بعد أن خذلنا. حاولنا أن نقبل بجزء من المطالب، أن نخرج من المعركة بمكاسب أقل، أفضل من أن نخسر كل شيء بدون أي جدوى، خاصة بعد تعرضنا لحملات تهديد وترهيب وتهويل ومحاولة قمع كل زملائنا الذين كانوا مع الإضراب ومحاولة تخوينهم. فقررنا في النهاية رفع الإضراب بعد أن تحقق لنا المطلب في صرف النص الراتب وما يسمى بالبطاقة السلعية. هل لديكم إحصائيات بعدد الانتهاكات والتجاوزات؟ طبعا الإحصائية الدقيقة لا توجد معنا بالشكل، لأن هناك تعتيم غير عادي. أيضا هناك كثير من الذين تعرضوا للتعسفات بشكل كبير لم يقرأوا أن يبلغونا، خشية من ردود الأفعال، لأنهم لا زالوا تحت سيطرة الانقلاب. على سبيل المثال، من ضمن الانتهاكات الجسيمة، هناك فصل لـ60 أكاديمي في جامعة صنعاء، وهناك فصل خلال الأسبوع الماضي 15 و 14 موظف في جامعة الحديدة، وهناك توجه لفصل أكاديميين. هل يتم تبرير أسباب هذه الفصل أو هذا الفصل؟ الإجراءات طبعا هناك اعتبارات سياسية للفصل للأسف الشديد، لم تكن الاعتبارات قانونية. يعني هل يأتي الفصل مع مرفق بالأسباب؟ أولا بالنسبة للقانون العام في أثناء الحروب، الإجراءات التي تتم تكون إجراءات مشبوهة، فهناك أشخاص مطلوبين أمنيا وملاحقين لاعتبارات سياسية، فمن الصعب عودتهم إلى الجامعات، فيتم اتخاذ قرارات فصل بحقهم. وهناك ناس منقطعين بسبب انعدام الرواتب لا يستطيعون، فيتم اتخاذ قرارات فصل بحقهم. ما يؤسف له لأنه هناك تجاوزات وانتهاكات جسيمة لا تراعي الحد الأدنى من الجوانب القانونية أو حتى الإنسانية. فالإشكالية الكبرى إلى أنه ما يسمى باللجان الثورية تمارس أساليب قمعية لم تشهدها الجامعات على الإطلاق. تحاول أن تدير الجامعات بعقلية ميليشاوية بعيدة كل البعد عن الأعراف الأكاديمية وقانون الجامعات الذي يحتم أن تتعامل قيادة كل جامعة مع مختلف مكونات الجامعات. فالجامعة هي تضم مختلف مكونات المجتمع غير محصورة في، لكن بعض اللجان الثورية خاصة في جامعة الحديدة تتعامل مع الجامعة وكأنها حوزة علمية. ما زالت المعاناة مستمرة، ما زال استهداف الكادر الجامعي من طرفي الصراع مستمر أيضا. الدكتور منصور القدسي، الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مؤسسة 14 أكتوبر، صرح إعلامي عريق، حكايتنا لهذه الحلقة، لنتابع. بعد 40 يوما من إعلان جمهورية اليمن الشعبية في جنوب اليمن عام 1967،
صدرت أول صحيفة رسمية في مدينة عدن، حملت في مسماها تاريخ ثورة 14 من أكتوبر. قبل ما يقارب من نصف قرن صدر أول عدد من صحيفة 14 من أكتوبر، وتحديداً في يوم 19 من يناير عام 1968، ليدون التاريخ ميلاد صحيفة وطنية تخرج من بين أروقتها رواد في عالم الصحافة والسياسة والثقافة والأدب. فقط من صدور العدد الأول من صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، صدر قراراً جمهورياً بإنشاء مؤسسة 14 من أكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، وكان ذلك في عهد الرئيس قحطان محمد الشعبي أول الرؤساء بعد الاستقلال في جنوب اليمن. عين الكاتب الصحفي عبد الباري قاسم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة 14 من أكتوبر للطباعة والنشر، وكان أول رئيس تحرير لأول صحيفة يومية رسمية تصدرها الجمهورية الوليدة من العاصمة عدن، ولعب كما يروي زملائه دورا فعالا في تأسيس الصحيفة وتطوير رسالتها الإعلامية. بدأت صحيفة 14 من أكتوبر الصدور بثمان صفحات من مبناها المكون من طابقين في شارع الملك سليمان بمدينة عدن، وكانت تطبع بآلة سلندر وحروف تنضيد يدوية رصاصية، وأوراقها من النوع التجاري وسعرها 25 فلسا. رغم المخاضات الصعبة التي عاشتها صحيفة 14 من أكتوبر، إلا أنها حملت في مضامينها رسالة وطنية وأسهمت في خلق رأي عام واع ومستنير متمسك بخيارات وأهداف الثورة، ليكتمل بذلك بنيان منبر التنوير والصرح العريق الصانع للأعلام الصحفية ورموز الحداثة في النقد والشعر والمسرح. في 1988 منحت هيئة رئاسة مجلس الشعب صحيفة 14 من أكتوبر وسام الثورة لدورها الوطني والتنويري، وفي مايو 1990 أعيد ترتيب أوضاع المؤسسة وألحقت بها مطابع دار الهمداني، وأطلق عليها اسم مؤسسة 14 من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر. Thank you.
شهد العام 2007 بدايات تطوير البنية التحتية لمرحلة ما قبل الطباعة، وبعدها بعامين بدأت مرحلة تطوير الطباعة الدوارة والمسطحة، والتي توجد بإدخال مطابع ذات أربعة رؤوس بدأت خدمتها الفعلية عامي 2008-2009 لأول مرة في مدينة عدن، بالإضافة إلى إدخال منظومات حديثة ومتطورة لفرز الألوان وهنجر حديث للمطبعة مزود بكافة الخدمات. جمع بين حب الإعلام ودراسة الحقوق، فعرف حق المهنة الإعلامية ومعاييرها الأدبية والأخلاقية. صفوان الشرجبي، وجه المدينة لهذه الحلقة. تعلق بالإعلام منذ سنوات الدراسة الأولى من خلال مشاركته في الإذاعات المدرسية والأنشطة الإعلامية، وفي الجامعة لم يحالف الحظ لدراسة الإعلام فالتحق بكلية الحقوق، لكن ذلك لم يحول بينه وبين طموحه الإعلامي، فأصبح المسؤول القانوني لأول وأقدم صحيفة رسمية في عدن. إنه الإعلامي الحقوقي صفوان الشرجبي. الإعلام هي رسالة، وإما أن تكون هذه الرسالة إما أن تكون يعني رسالة إنقاذ للمجتمع وللفرد من الناحية الفكرية، وإما أن تكون يعني رسالة هدم للفرد والمجتمع. لذلك هناك قانون يضبط هذه المسألة، فقانون الصحافة رقم 19 هو قانون يعمل على ترتيب وأساسيات العمل الصحفي والإعلامي. يؤكد صفوان الشرجبي وجود ارتباط وثيق بين مجالي الإعلام والحقوق، وهذا ما لمسه من خلال هوايته الإعلامية وعمله القانوني في صحيفة 14 من أكتوبر. أهم الكتابات التي أحب أكتب فيها هي المواضيع ذات الصلة بالمجتمع. لماذا؟ لأنها أكثر يعني جاذبية للقارئ. حينما يكتب طبعا الإعلامي أو الصحفي أو الكاتب عن موضوع يخص المجتمع كالبطالة، الفقر، الحقوق بشتى أنواعها، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق المواطنة، هذه تكون طبعا إيش أقرب للقارئ. أيضا أحب أن أكتب بمجال تخصصي اللي هو القانون، وأربط طبعا هذه المواضيع سواء كانت حقوق أو واجبات أو مواضيع ذات صلة في المجتمع نفسه بالقانون، لأن القانون هو الأداة المنظمة لهذه الأمور ومنظمة للعلاقات كافة ما بين الناس. يرى صفوان أن الثورة المعلوماتية جعلت الإعلام في متناول الجميع وأثرت على مستقبل الصحافة المقروءة، لكنها في المقابل أوجدت بيئة إعلامية بعيداً عن المبادئ الصحفية ومعايير المهنة. قبل أن أتوظف في صحيفة 14 أكتوبر وأصير واحد طبعاً من أسرة 14 أكتوبر الذي أتشرف أن أكون يعني واحداً منهم، لأنها فيها من الهامات والقامات يعني الكبيرة العظيمة من الأساتذة الذين يعني تتعلمين منهم دائماً باستمرار. كنت أكتب فيها قبل أن أتوظف. بعد توظيفي فيها طبعاً قلت الكتابات بسبب ماذا؟ الانشغال بالعمل، طبيعة العمل وطبيعة المرحلة التي يعني تتطلب الاهتمام مثلاً بالجانب العملي وحل المشاكل وحل النزاعات، أيضاً الإشراف على بعض الأمور، إعداد المشاريع للقرارات الإدارية. توقفت عن الكتابة، لكن لم أتوقف توقف نهائي، إنما يعني أحياناً أغرد بتغريدات، تمام؟ هي في الأصل يعني عنوان لمواضيع اجتماعية، إنما إن شاء الله سنعود للكتابة قريباً، سوف يكون يعني لدينا عمود في الصحيفة.
أتكلم فيه أو أكتب فيه يعني بعنوان تحت مستشارك القانوني، سوف أتحدث فيها عن بعض المواضيع ذات صلة طبعا بالمجتمع وبالفرد، ونقدم فيها إن شاء الله بإذن الله الحلول، ونعطي أيضا الاستشارة إن شاء الله للمتصلين أو المتواصلين معنا عبر الصحيفة. يربط صفوان الشرجبي في كتاباته الصحفية بين القانون والصحافة، ويختار مواضيعا تمس قضايا الناس بشكل مباشر، ويسعى لكتابة عمود دائم في صحيفة 14 من أكتوبر عن التوعية القانونية. في هذا أو في هذه الفترة تعاني الصحافة والإعلام من يعني معوقات. أول هذه المعوقات والكل يعلمها طبعاً وجود الانقلاب الحوثي الصفوي واختطاف الصحفيين وعدم يعني إتاحة الفرصة لهم بالكتابة والتعبير عن الرأي. أيضاً الخطوة أو المعوق الثاني عدم الالتزام بقانون الصحافة بشكل تام. أبسط يعني هذه المعوقات هي طبعاً إصدار بعض الصحف والإذاعات دون تراخيص، دون تراخيص حسب القانون، أفهم لك كيف، مما قد يتسبب بمشكلة. ما هي المشاكل التي قد تتسبب بها هذه الأمور؟ طبعاً حينما تكتب صحيفة أو إذاعة تمام مسموعة قد تقع في الأخطاء، قد تقع في أخطاء، قد تقع طبعا في سلبيات على أفراد المجتمع، فلن تستطيع محاسبتها لأنها هي بدأت أصلا بدون ترخيص. وفي كل الدول طبعا في كل الدول يعني لا يمكن أن تصدر صحيفة أو يعني تنشأ وتؤسس إذاعة أو قناة إلا بترخيص وفقا لقانون الصحافة. الانتهاكات الصحفية من أهم المعوقات التي يواجهها الصحفيون في اليمن كما يقول صفوان الشرجبي، خاصة في ظل أوضاع الحرب والفوضى وغياب دور القانون ومؤسسات القضاء. رسالتي الأخيرة طبعا أقول أيها الإعلاميون، أنتم ملح البلد، فلا يعني أنتم ملح البلد، فمن من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني رسالتي لزملاء الإعلاميون أن يتحروا الصدق في الكتابة. النقطة الثانية أن لا يكونوا يعني أداة هدم، وإنما أن يكون يعني أداة للبناء. ثالثا علينا أن نعيد الثقة للقارئ، صار القارئ الآن لا يثق ولا يصدق ما يكتبه الإعلاميون لأنها بين يعني حدين أو بين فكين، إما أن تكون تطبيل غلو في الكتابة، وإما أن تكون تشويه لسمعة آخرين. فالصحافة والإعلام هي رسالة، هي نبأ، هي تبليغ الناس وتوعيتهم. لا نخفي عنكم، كلنا قد سيطر الظلام على إيش عقولنا. فالحياة كلمة، والإعلامي يستطيع بهذه الكلمة أن يحيي وطن وأن يحيي فرد وأن يبعث الأمل في هذا الوطن وفي أفراد هذا الوطن، في هذا الوطن الذي قد يعني استولى على قلبه وعقله اليأس. فعلى الإعلاميون أن يكتبون وأن يبعثون الأمل والتفاؤل لهذا الوطن، ودائما أقول وأكرر القادم أجمل بإذن الله. الإعلام هو صوت المجتمع وضميره الحي، هكذا يصف صفوان الشرجبي دور وسائل الإعلام، ويحث العاملين فيها على إعادة ثقة الناس بالإعلام من خلال تلمس المصداقية ونقل الحقيقة. ها قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.